عرفت هذا الشخص من وين عم يجي. راح احط لكم المشهد هون مكان الكاميرا يلي حطيتها حتى تراقب الشخص المجهول. مرحبا. اهلين حبايب القلب. الشخص المجهول او هذا الكائن الغريب او العفريت او مش عارف شو هو دخل على البيت وكنت مصوره. راح احط لكم المشهد وتشوفوا كل شيء. الحمد لله رب العالمين. ركزوا معي منيح بكل حرف عم بحكيه تماما لانه هلا ما راح اعيد الحكي. لو انطور هاي حبايب الكاميرا هاي اوصيكم تشتروها وتراقبوا حالكم وتراقبوا العالم كله. ما بعرف يعني ما بعرف هاي الكاميرا مرعبة مرعبة. طلعوا يا جماعة شايفين هاي الكاميرا بتفتل على كل الجهات. يعني ها هلا هي قدام ماشي بتصير ورا ما عندها مشكلة بلحقك ايه تمام وتصير هيك وتفتل في عندك هاي تفتل لكل الجهات يعني تفتل لكل الجهات حتى فوق بتفتل فوق. هلا بدك تقول كيف فوق شايف هذا البوز اللي عندك تصير هيك وتصير هيك يعني كل الجهات الابعاد الاربعة بتروح لا الابعاد واحد اثنين ثلاثة اربعة ايه الابعاد الاربعة. فيلي صار حبايبي انه انا كل يوم كنت عم حط كاميرا المراقبة بعد ما وصلنا المكتوب انه هو حاب يشوفنا. رح احط لكم المشهد لحتى تعرف شو صار. وبعدها يا جماعة صرنا كل يوم نحط الكاميرا هاي بمكان غريب جدا لأول مرة أحط الكاميرا. بهذا المكان اللي حطيت فيه الكاميرا عرفت هذا الشخص من وين عم يجي. راح أحط لكم المشهد. هون مكان الكاميرا يلي حطيتها حتى تراقب الشخص المجهول. بس الشيء اللي غريب اللي انا مش قادر افهمه لو انت منتسب او ما ضروري تكون منتسب. انا عرضت لكم الفيديو كان الشخص قصير حبايبي هذا اللي يبين طوله مترين. معقوله هذا يكون نفسه او هو حان ظهره او ما بعرف. والله ساره لا هذا مش طبيعي. شخص تاني شخص تاني مستحيل مستحيل. هذاك تخين والتاني رفيع وطويل يعني هذول شخصين. هذول كل الرسائل اللي وصلتني من الشخص المجهول. امسكي هذول الرسائل
امسك هيك كمان. هاي الرساله حبايبي اليوم الصبح ساره تحكي لكم كيف لقت الرساله. انا بعرف انه امرار الباب مفتوح فبتطلع، اذا بلاقي الباب مفتوح المدخل دغري بعيط لخالد، لقيته مسكر نازله لتحت فتلت ما لقيت شيء، رحت عند الغساله لقيتها هيك دغري عيطت له لخالد قلت له الغساله، يعني عن جد فاتح الباب وحاططها، يعني عارف انه انا انزل على الغساله كانه عارف، فدغري عيطت له قلت له تعال شوف المكتوب. والشي يا جماعه اللي صدمني اكثر انه حاط الرساله بمكان الكاميرا يلي راقبنا فيه الشخص المجهول، يعني انتم متوقعين حاط الرساله بمكان الكاميرا يلي صورت لكم اياها للمنتسبين وشافوه غير المنتسبين بس كان مغبش، حاط الرساله بنفس المكان. فحبايب قلبي انا بعرف شو بداخل الرساله بس راح افتحها قدامكم وافهمكم شو القصه. على فكره انتم تفكروا نفس الظروف، ويمكن شوفوا ظرف بعد في ظروف، وهاي كل البوستات اللي جايه من عنده، الصور القديمه. انا مستغرب الظروف كيف شكلها. هاي الرساله انا بعرف شو مكتوب، شوفوا يا جماعه شوفوا الشكل الداخلي. هاي الرساله وصلتنا شبهه اليوم الصبح. تتذكروا اللي كان يطلع قبل، اللي مره طلع لي بهاي الغرفه ساره، انت بتتذكري لما كنتي بتحكي معه؟ هذا اللي كان هذا اللي كان يجي على الاوضه. انا اوضه يعني اللي كان بس يبين على الحيط، يعني ملامحه اللي كنا نشوفه بالكاميرا بس ما نشوفه لايف. حبايبي هذا هو والله العظيم، هلا انا اكتشفت هذا الشيء، هلا انا شفته، يعني قلت مثل كل مره يحط لنا صوره. انا عم بقول شايف هالشكل بس انا خايف انه معقول هذا رح يلاقيني، مش عارف اذا هذا اللي بده يلاقيك شو بدك تعمل. وانا عم بقول هذا شايفته، هذا الشخص شفته خلص، شفت لما تعرف انه مثل شيء صاير معك انت شفته هيك انا شايفته. انا هلا صار موضوع رعب اكثر ومخيف اكثر، يعني بصراحه رح تنجنوا هلا شو كاتب لي. هلا ما بدي احكي، مكتوب اجفيلدش موغن ومتفاي او ان داينم غارتن تريفن، فمعناته انه بدي اشوفك بكره الساعه 2 بالليل. هذا الحكي بكره، انا مشان هيك انا قررت اصور الفيديو، ما كنت ناوي اصور، كنت اقول خلص بس اشوفه راح اصور، خف يمكن يكون هذا اخر فيديو حبايبي. لا انت ما راح تروح تشوفه داينم غارتن، هلا يمكن ادع على رفيقي ابو ان داينم غارتن تريفن اند في اش دي شون جيزاكت هابا كاينه شبيلشن زونس شبيله اش مت داينم ليبن. او ماي جاد. وعم يقول ومثل ما قلت لك سابقا انه لا تلعب معي مشان ما العب بحياتك هيك. ايه انتو تعرفوا من انا مين راح اشوف؟ راح اشوف هذا الكائن اللي صورته الكاميرا. انا بكره راح اروح اشوفه، ما بعرف اذا ممكن ارجع ولا لا. يلي راح اعمله هلا بعد ما اخلص الفيديو راح ادع على رفيق ايبو، لا اما راح اكون لحالي لا اما ايبو صديقي راح يكون معي. ايبو مو بس صديق انما اخي يا جماعه، فما بظن راح يرفض لي طلب. يلي بدي اقوله حبايبي يمكن هذا اخر فيديو بتشوفوه، لانه يمكن ما بعرف اذا راح ارجع. انا بكره راح الاقي شخص مجهول الهويه، ما بعرف اذا راح يكون بشر ولا مو بشر، وهذا اللقاء ممكن لا اما نطير الاثنين لا اما نرجع رافعين راسنا باذن الله. بكره يا جماعه راح يكون لقاء، ما بعرف شو كيفيه اللقاء، راح احط كاميرات بكل الحديقه، عندي 7 كاميرات. انا بحبكم كثير وانتبهوا لحالكم. بس قبل ما ننهي الفيديو حبايبي بدنا نعمل اعلان بايخ لغنيتي الجديده، يلي ما سمعها يروح يسمعها مشان اذا ما رجعت تسمع غنيتي ضل ذكرى. مين ما سمع غنيت خالد تيك ات ايزي يس. للانتساب في قناة خالد العيني جميع روابط الانتساب موجودة في صندوق الوصف وفي أول تعليق وفي نهاية الشاشة. انتسب بسرعة واستمتع بالمزايا. شكراً.